حنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا في هذه الشيدمان بهذا العرض المستوى وهذا الأداء الأكثر من رائع يا بوي يا الشيدمان ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله على هذا العرض الممتاز ونلفت عناية المستمعين والمشاهدين بأن هذا العرض تلقائي أشكرك يا أبو جابر المضمر الذهبي هو من قدمها مع مؤسسة هجن الشحانية سالم بن فاران أحد المضمرين الفطاحلة الناموس يا أبو جابر تهانينا والناموس على فوز الشيدمان وانتزاعها للشوط الأول الرئيسي بدون أي تعليمات وبدون أي أوامر وسلام يا هجن الشحاني يا سلام سلامي عليك يا الذهبي أشكرك يا الذهبي على هذه المواصيل التي وصلت إليها الشيدمان المركز الثاني كبير الفايز مشاهدينا الافاضل نتقدم بالتهنئه لهجن الشحانيه ولجميع داريها في كل مكان ايها الاخوه ولمضمريها في كل مكان ايها الاخوه نهني محبين هذا الشعار اينما كانوا رمزين في رصيد الفايز رمزين في رصيد الفايز اللي ما له ماضي ما له حاضر الله في ميدان الشهيد وفي ميدان الشحانية يضيف هذه النقطة في هذا الموسم متمنين له التوفيق سلام الفايز سلام سلام يا بن فاران سلامنا وتحياتنا لمؤسسة هجن الشحانية على هذا الأداء الكبير وبدون مشارك اليوم مشاركة خفيفة مشاركة طفيفة لكن نعود مع البلوشي سواها البلوشي سواها البلوشي الله شمعة 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 على المركز الأول على الصدارة والمقدمة بهذا الشعار المميز شعار سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني Good morning لسعادتك Good morning صباحك خير صباح الخير يا البلوشي صباح الخير البلوشي يفوز بهذا الشوط مضمرا ومتابعا لشمعة تهانينا والناموس المركز الثاني الذهبي سالم بن فاران المري الله في رصيد رمز هنا في ميدان الشحانية في مهرجان التحدي يحضر في هذا الموسم ينطلق أيضا بتواجده المميز هنا زاهب مشاهدين الكرام يغادر الجميع ليضيف أيضا هذه النقطة في استعداداته الأولية لانطلاق هذا الموسم وتحضيره الأول هنا من خلال تواجده في هذه الأشواط في هذه السباقات المحلية زاهب لهجن الشحانية يتابع في التضمير سالم بن فاران المري بدون أي تعليمات بدون أي توامر يظفر بناموس هذا الشوط هنا لحظات الوصول تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهنية للذهبي سالم بن فاران المري من قد الصدارة قطنا مع اندفاعة أول المراكز متربعة على عرش هذا الشوط انتاج مطاقة الله يا هذا الانتاج الله يا قطنة الله يا قطنة بدون اي تعليمات تقول انا على المركز الاول وتركت الاسماء على المركز الثاني تتنافس تعود ملكية قطنة لسعد شيخ علي بن عبد الله بن ثاني الثاني لك الثاني اولا والثاني ايضا موصولة لمبلشهم لبلوشي من بلش الانطلاق والتحدي من بداية هذا الموسم من بداية هذه المحليات والمنافسات هذه قطنة ولحظة الوصول إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس
نتابع هذا الانطلاق الفائز. أيضا هنا شعار جديد يصل من العابر لهجن الغرافة ومع المدهوشي على المركز الرابع. يا سلام يا هذا الشوط المركز الخامس. ايضا هناك قدوم من مبلش الهجنه الشحانيه، ولكن شوفوا اللي تسلل، شوفوا اللي تسلل مع 300 متر الاخيره. الله يا الفايز، الله يا الفايز، الله يا الفايز، يا سلام يا الفايز. هذا الاداء الجميل، هذا الاداء الجميل بشعار هجن الشحانيه وبقياده ايضا المشاغب، المشاغب المشاغب. سلام يا الفايز، سلام سلام الهجن الشحانيه، سلام وتحيه واحترام بهذا الأداء وساعة وصول الفائز لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثاني العابر لهجن الغرافة. ولا تعليمات، يا سلام يا جفلة، جفلة مشاهدي الأعزاء بدأت تنطلق بهذا الأداء الممتاز، بهذا العرض الجميل، بشعار هجن الشقب، الشعار الخطير في هذا الموسم مع المضمر بن جبران. الله يا بن جبران على هذا الأداء المميز مع جفلة. هذه جفلة لهجن الشقب بمتابعة سالم بن جابر بن محسن بن جبران. المري على الصدارة، على المقدمة، ينتزع هذا الناموس المميز والعصف الابطان بدون يوامر ولا تعليمات، ما تحتاج عصي بن جبران. سلام لهجن الشقب، سلام سلام لهجن الشقب على هذا الفوز الجميل مع جفلة. هذه جفلة مشاهدين الأعزاء، تهانينا لهجن الشقب على هذا الفوز المميز، تهانينا والناموس المركز الثاني اليوم. بوبيان ولكن غير، غير الشبل مع المركز الأول، غير نفوض هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران. من يقدم لنا نفوض مع المركز الأول ومع البداية الأمتار الأخيرة، ولكن عفرين، عفرين مع المركز الثاني، عفرين مع المركز الثاني، وأيضا مصافح، ولكن المركز الأول نفوض، نفوض مع الصدارة ومع التحدي الكبير. الله يا الشبل، الله يا الشبل، من قدم لنا نفوض في هذا الصباح الجميل. سلام لك يا الشبل على هذا التضمير المميز، سلام هجن الشحانية، سلام، أسعد الله صباحك يا الشبل على هذا الفوز الكبير. تهانينا وناموس لمالك نفوض هجن الشحانية. محمد بن حمد بن نسر الشهواني المركز الثالث وصلت عجبة، وعلى المركز الرابع تابعت تغيير، وعلى خامس المراكز من هناك ثقة، ولكن ثنائية على البداية، ثنائية على الصدارة. هذه بروة على مقدمة الشوط من هجن الشقب انطلقت في هذه اللحظات. الله يا سلام، مؤكدة هذا الحضور والتواجد الصباحي لهذا الشعار، شعار هجن الشقب الذي بدأ يسير هنا ببروة على مقدمة الشوط. مشكور يا الجربوعي اللي قدمها بأجمل صورة في هذا الصباح وفي هذا التحدي، سالم بن جابر بن محسن الجربوعي متابعا لهذا الشعار ومقدما بروة من هجن الشقب. سلام هجن الشقب، سلام. المركز الثاني وصلت الدوحة لسعادة الشقب. لهجنة الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، يريد أن يسجل شوط الختام باسم شعار هجنة الشحانية وباسم أيضا بنت الضبي، ولكن هذه بنت الضبي على الصدارة مشاهدي الأعزاء، تنتزع هذا الناموس المميز بالشعار الشحاني، بشعار مؤسسة هجنة الشحانية. والتانية إلى المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري من تابعها في عملية التضمير. تابع بنت الضبي تحسم شوط الختام وتسجل شوط الختام باسمها وبأيضا شعار هجن الشحاني. تهانينا وألف مبروك على هذا التألق في صباح هذا اليوم مع شوط الختام. بنت الضبي تنتزع المركز الأول، تهانينا والناموس لهجن الشحانية. أفضل توقيت مشاهدي الأعزاء،